شوفوا لو ممكن نعاود نسمو كلمة سيد الرئيس فيما يتعلق بما أسماه بهذا التشويش الفضائي. أنا قبل تخصصي في الصحافة عندي ماجستير في الشبكات وضم الاتصالات. صدقا الجملة اللي ذكرها السيد الرئيس مش مفهومة، مش فاهم مايكل كوتشي من جابها الجملة هذه. نشوف التصريحات ونعلقوا. أهلا وسهلا، مرحبا بك، شعرك لاباس عليك؟ صح لاباس، عايشك الحمد لله، عايشك مرحبا، عايشك تفضل. موعد تعرفون هو يوم 25 من جويلية، ولا بد من توفير كل عناصر النجاح لهذا الموعد حتى يخرج صوت الشعب مزلزلا إن شاء الله حرا من صناديق الافتراء. ولكن تعلمون أن هناك تشويش وقع على الأقمار الاصطناعية منذ يوم 20 جويلية الحالي، وهذا ليس بالبريء بل هو أمر تقريبا معهود، حتى وإن لم يكن في الفضاء معهود في الأرض. لم يكفهم ما يعرف بالذباب في الأرض فراحوا يبحثونه عن الذبذبات في السماء. شوهوا وكذبوا وافتروا، فحين لم يكفهم كل ذلك تسربوا إلى الأقمار الاصطناعية، ولاحظتم هذا منذ أيام، حتى لا يتمكن الشعب من التعبير عن إرادته لأنهم يهابون إرادة الشعب. عادوا إلى توزيع الأموال. دكتور إبراهيم، والآن يوزعون الأموال في الخارج للتشويش على قواعد البيانات عن طريق الأقمار الاصطناعية في الفضاء. يعني احنا قبل أتحفتنا الخطب الرئاسية والأخبار والفيسبوك متاع رئيس الجمهورية بالخبز المسموم، ومن بعد سمعنا بالظرف المسموم، من بعد شفنا الهاكرز وضربوا المنصة الإلكترونية. الآن الأمور كبرت، يظهر لي جبهة خلاص الوطني وان عندهم فرع في الفضاء. مش فاهمني. كان ما نجحتش، كان ما نجحتش راهو شوشوا عليا في الاقمار الصناعيه. فريمون معناها فريمون حكايه هذه، وما يصدقها لا الاطفال ولا المجانين ولا اي انسان في الكره الارضيه. اذا المعارضه بقواها في تونس وعندها قدرة كبيرة ياسر باش يتشوش على الأقمار الصناعية. أنا أعتقد أن هذا الاستفتاء لا يستحق التشويش، يجب أن نقاوم هذا الاستفتاء لأنه ظلم واستبداد، ولأنه يلغي مكاسب الدولة الديمقراطية ومكاسب الدولة المدنية، ويلغي الحرية ويلغي الديمقراطية، وألغي الدستور وألغي المؤسسات مكاسب الدولة، مؤسسات القضاء يعني تبعيتها وعدم استقلالها وضرب استقلالها، ومؤسسات أخرى ديمقراطية أيضا مسلمة. إذا في الحقيقة أن هذا الكلام لا معنى له، وتوزيع الأموال هذه تهمة سهلة ياسر باش تتوجه لكل الأحزاب السياسية بدون استثناء، وعلى أساس أني معناها مسألة يعني فيها إن أنا أعتقد هذا هو خطاب، هذا إعلان الفشل. وحقيقة حقيقة بتجربتي على الأقل المتواضعة في التحليل السياسي وفي اطلاع على الأنظمة السياسية وإلى غير ذلك، أنا ما أعتقدش أننا نصل إلى هذا المستوى من الخطاب، وبالتالي هو تكريس، هذا تكريس أو إعلان فشل، إعلان يعني هو سقط قبل السقوط. وانا متاكد ان التحركات التي تقوم بها الاحزاب السياسيه والمنظمات والمجتمع المدني بكل اطيافه ستؤدي الى فشل هذا الاستفتاء دون اللجوء الى الاقمار الصناعيه. واعتقد ان هذه يعني طرفه السنه، يعني سنه دكتور ابراهيم حتى القراءه دكتور ابراهيم خلينا في الصوره هذه، في الصور هذه الله ينورك، نعاود نشوفوها كممكن استاذ المشاهدين. يعني ردة فعل بتاع الوزراء الحاضرين مع رئيس الجمهورية مستغربين، مش عارف أنا
هم أنفسهم مش مصدقين مع التصريحات هذه. كما قلت فعلا ربما الكلام هذا هو إعلان فشل سابق لإعلان الهيئة المعينة للانتخابات وغير المستقلة. غريب تصريحك كما هذا. مؤكد ربما إذا كان الأمر كذلك على السيد رئيس الجمهورية أنه يرد باله من المعارضة يمسوش المياه الجوفية إذا كان مثل المعارضة قادرة على الفضاء وعلى أنا متأكد أن حتى وزراء لا علم لهم بذلك لأن الاستغراب ظهر في 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 في, في الصورة كما لاحظت. نعم. وكما قلت يعني أنا من خلال التحليل السياسي والتحليل النفسي الاجتماعي لهذا الخطاب يعني دليل على أن كما قلت الفشل الذريع وإعلان الفشل من هذا اليوم يعني من هذا الخطاب. وبالتالي استفتاء لا مستقبل له والدستور الهجين المملوء بالأخطاء ولا كما عبر عنها الأخ كريم ضيفك الكريم يعني قال حتى طالب سنة أولى يمكن أن يكتب دستور أفضل من هذه الوثيقة المقدمة. أنا أعتقد فعلا يعني هو دستور سقط منذ تسرب الأخطاء اللغوية والأخطاء الفكرية والسياسية والتكرار وإلى غير ذلك ثم يسقط الاستفتاء من خلال هذا الخطاب الغريب. نعم.